نرجع بالجزء الثاني من طرابلس العيد وبعدنا بها المدينة الرائعة. تحية لكل أهل طرابلس، تحية لكل الناس اللي عم ينضموا لنا بالستوديو، بس تحية الأكبر مني ومن زميلي أنا لكمان فادي حداد. نعم. سيمو درغام وكل الأكيب اللي عم يشتغلوا معنا من الصبح ومكملين للساعة 7. وتحية لرانيا أشقر السيدة كمان اللي عم تقوم هالمبادرة، متحمس كتير. نعم. فعلا تحمسك اليوم رح يساعد كتير عيال، وطبعاً الهدف من كل هالشيء اللي عم نعمله اليوم أنه نقف مع أهلنا بطرابلس ونعطي أمل ونكون إيجابيين، ومنشان هيك نحن سميناها طرابلس العيد لأنه نحن بدنا نعيد بفرح وبأمل. والمساعدات اللي عم توصلنا هي فعلاً مهمة كتير للأشخاص اللي عايزين أنه يعملوا جراحة، أو الناس اللي بحاجة لحتى يكملوا حياتهم بشكل يعني شوي بيرجع أفضل. كل شيء بيرجع لإلكم أنتوا، بتليفون واحد فيكم تتبرعوا بأي مبلغ بدكم، ممكن تساعدوا كتير ناس كانوا محرومين لوقت طويل ما في أي خدمات لهم، إن كان صحية اجتماعية، واليوم عم نشوفها سوياً وعم تلمس قلبنا. لذلك نحن بس عم نقول أنه واقفين معكم في هذه اللحظات الصعبة جداً، ومبالغ صغيرة يعني مثل ما بنقول البحصة بتسند خابية، يعني يمكن بعشرة آلاف ليرة مثل ما قال دكتور طه اليوم الصبح، أو أي مبلغ صغير بيقدر يساعد. وأكيد نحن ناطرين الجهات يعني يمكن الخارجية أو المغتربين أو يعني الناس اللي موجودين بلبنان. جينا اتصالات من الجالية في عالم الاغتراب، منعول عليكم في هذه المناسبة. بعرف أنه في كثير منكم ما قدر إجا على لبنان، ولكن فيكم تساعدوا أنتوا بمكانكم لتغيروا، لو تعملوا فرق مع كثير اشخاص. 03-112-38 عم نتواصل بعدنا معكم مباشره على الهواء، وبنرجع بنشكر اكيد سفير الامارات دكتور حمد الشمسي اللي دائما موجود معنا وكانه عايش عن جد مع كل لبناني بحاجه. انا رح اتركك تتوجه هلا، رح ننتقل بالقسم الثاني نكون بالاستوديو لانه الناس اللي وصلوا عنا اعدادهم كثيره. نعم. اكثر من ما عم تقول. لا انا قصدي اقول انه تقنيا فينا نستقبل اكثر عالم هون، نقدر نشرح حالات بسرعه، وانما اذا كان متجول بتاخذ وقت كثير ما بنقدر نغطي حالات كثير. سو متاسف، اللي قدر اجى لعنا رح نساعده، اللي ما قدر ما اجى لعنا دائما رح نكون معهم بهذه المسيره الصعبه اللي عم نقطع فيها. اكيد. شكرا لك. انا تفضل، وانا رح بتابع مع جوفي، بستقبل ايضا مصور الثوره عمر عمادي. تفضل عمر. السيده ديانا ساري مديره مدرسه التقدم الرسميه للبنات بباب الرمل المدرسه التكميليه، وابراهيم إبراهيم الأحمد فنان الثورة الفنان الثائر من أول ما بلشت لليوم. كنت عم بقول له لإبراهيم قد إيه صار لك مبلش؟ قال لي 30 سنة. قلت له 30 سنة ثورة؟ قال لي إيه 30 سنة ثورة. في عنا فن هيك تنقدر نتقبل شوي كل هالمواضيع اللي عن جد بتوجع يلي عنا إياها. عمر بونسوار. صورك صارت عالمية اسم الله عليك، صور مؤثرة جدا، بس هالصور يعني فرجيت فيها كثير من المعاني، فسر لنا شوي يعني شو حبيت تفرجي الناس من خلال عدستك، إن كان بالفيديوز أو إن كان بالصور لمدينة طرابلس خلال الثورة. أول شيء نعاد عليكم وأهلا وسهلا فيكم ببيتكم طرابلس، وشكرا للتغطية هون على السوشيال ميديا والصور والفيديوز. نحن بنشكر هيدا واجبنا، نحن هذا بنستقبلكم، كل حدا بيستقبلكم على طريقته الخاصة. ثانك يو. أهلا وسهلا فيكم. صراحة المسج اللي كنا عم اللي كنت أنا عم أشتغل عليها هي فكرة إنه نوصل صورة طرابلس الحضارية. نعم. مثل ما شفنا اللقب ثورة عروسة الثورة طرابلس، لقب هذا قدرنا نكسبه بعد ما كتير جهودات فردية من كتير ناس، وأنا على صعيد الشخصي قدرت وصل هالفكرة بالصور اللي أنا كنت عم صورهم. وسنس أنه اشتغلنا على موضوع الأيريال فوتوغرافي من فوق على الدرون خاصة، الفكرة كانت من هذا الموضوع أنه بالمظاهرات اللي صارت أو بالثورات اللي صارت بالعالم ما كان في تركيز من تصوير بالأيريال فوتوغرافي من فوق. لا عم نشوفهم هلا يلي برموا العالم، بس لنقول عمر صحيح يعني مش صحيح. معقول ايه. كنت متوقع هالقد تفاعل مع الناس؟ صراحة ما كنت متوقع هالصورة. هاي هي الصورة، هيدي صورة عروس مرقت من شوي، هي اليونايتد. نعم. الصورة اليونايتد هي اللي أكثر شيء. نعم. يونايتد توجذر هي الصورة اللي كلياتهم مدورين من فوق توب شوت. نعم. هيدي أكثر صورة انتشرت عالميا، وأول ما نبلش فيها هي الصورة تحديدا، بلاستيك ماجازين الأمريكية، واستخدمتها كمان سي ان ان على الارتيكل. شو قلت لنا من خلال هالصوره عمر؟ انت هي الصوره بتحكي عن حالها، يعني يونايتد توجذر هي الفكره منها، انه كيف كل اللبنانيين مجتمعين مع بعضهم بهيدي الثوره اللي هي عم تطلب بالمطالب المطالب الانسانيه
كيف كلتهم متحدين اللبنانيين مع بعضهم وعم بيرقصوا وعم يوصلوا صوتهم بطريقه ايجابيه للاسف وحضاريه كثير حضاريه طبعا هذا اصلا اللي نجح الثوره بالاساس هلا للاسف عم بيصير في شويه عم نطلع من النص بمواضيع ثانيه بس لما كنا نحن كلياتنا لبنانيين متحدين وعم نصرخ كلمة كلهم يعني كلهم قدرنا نقربكناهم وقدرنا نفوتهم بقلب بعضهم بس لما رجعوا بعدين شغلوا المواضيع الطائفية ولعبوا لأنه الحمد لله نحن السياسيين الموجودين عنا عندهم ذكاء فارط بكيف أنهم يعطلوا بعض وكيف أنهم يحطوا العصي بدواليب لأي مشروع إيجابي يجي للبلد لو هن بيستعملوا هذا الذكاء المفرط اللي موجود عندهم للخدمات أو للمشاريع الإنمائية ومشاريع اقتصادية للبنان كنا منحطهم بقلوبنا بس للأسف نفرنا منهم وقدرنا نزلنا على الشارع وهلا عم يجربوا يرجعوا يقسمونا وانا بتمنى من الكل من كل الناس اللي نزلت بالاول اللي هن تقريبا حصون تقريبا مليون شخص مليون وشوي نرجع ننزل كلياتنا على الارض ونكون كلياتنا مع بعض ايد واحده وقلب واحد لنرجع نوصل المسج ونقدر نقربكم ما يقدروا هن يفوتوا بيناتنا وما نخلي لهم مجال ليرجعوا يستعملوا اساليبهم المعروفه القديمه السابقه اللي بدلهم يستعملوها غمرت الناس بكاميرتك يعني بنحس هيك مثل كأنه عن جد حاضن كل هالناس بعدسة كاميرا وبتطلع بصورة لحتى تفرج الناس قديه في محبة شفنا محبة بصورك عمر يعني قديه كنت قاصد هالشي أو قديه انت هيك من شعورك وعاطفتك طلع معك هالصور يعني ما في يكون كتير محضر لها هالصورة لا أكيد أنا ما كنت محضر شيء الناس اللي موجودة بالأرض هي اللي قدرت توصل الرسالة اللي أنا كنت عم جرب اشتغل عليها يعني أنا ما شلت الزير من البير الناس اللي نزلت على الأرض واللي وقفت مع بعضها واللي ساعدت بعضها وشفنا هذا الموضوع بكتير محلات يعني هذا اللي ساعد أنه نقدر نعطي هالصورة الحلوة صرنا نشوف ابتكارات صرنا نشوف الناس في كتير ناس مواهب خاصة بطرابلس موجودة مدفونة للأسف وهن تحديدا السياسيين والسلطة دفنت هيدي المواهب ما خلت الشباب تشتغل على نفسها كرمال أنه لأنه هلأ أنا بتعب على حالي وبتعلم وخلص بفوت بأي كارير كان ما عندك أمل أنك توصلي لمحل لأنه للأسف السلطة أخذ هي متمسكة يعني هي مسيطرة أو محتلة كل شيء موجود يعني حتى بالبلد. أنت عمر يمكن كمهنة يعني أكيد ما كنت معروف قد هلأ يعني أشياء صغيرة خلتك توصل عن جد لمحلات يمكن ما كنت بتتوقع بس هي المواهب موجودة بالأساس ولكن الفرصة اللي مش موجودة ما هيك؟ صحيح مش بس أنا كتير ناس أنا مشان هيك بحب أقول من هون من منبركم يعني كل الشباب اللي موجودة بلبنان ما تترك ما تفقد الأمل ما تيأس كلياتنا عنا مواهب والحمد لله الشعب اللبناني شفنا قديش هو شعب حضاري وشعب له قيمته بلبنان وخارج لبنان حتى يعني المراكز العالمية كلياتها اللبنانيين على طول لهم وجود ولهم حيثية فيها فظيعين الصور يعني عم تحكي انت وانا هيك عم بتلذذ بهالمناظر الحلوة فبتمنى انه هالطاقة اللي عنا اياها نحن كلبنانيين نستخدمها بقلب بلدنا بس هيدا الشيء طبعا بدنا مساعدة بدنا دولة لنقدر نوصل طاقتنا ونقدر نشتغل فيها قد ما قدرنا عملنا اذا في غياب كلي كامل للدولة ما حنقدر نعمل شيء للأسف صحيح 100% والمشكلة مبلشة من المدارس ما هيك يا ست ديانا يعني اليوم عم نحكي عن مدارس الرسمية اللي حالتها مزرية جدا وعم بيصير في تسرب مدرس بشكل رهيب بطرابلس شو الوضع العام يعطيكم العافية أول شيء أهلا فيكم أنا مشكلتي كمان أنه مدرسة التقدم الرسمية للبنات هي موجودة بباب الرمل هي المنطقة الأكثر فقراً والأكثر تعتير بطرابلس وشفتوا والثورة برزت كتير شغلات وهن من هول الناس اللي هن هي منطقة الأسواق منطقة الرفاعية منطقة قهوة موسى هالمناطق كلها جيت أنا استلمت إدارتها لهالمدرسة وتفاجأت بديش أولاً هالمدرسة بتطلع على المقابر نبلش من الموقع يعني الموقع أساسا ومنه موقع صحي للطلاب يعني ثانيا هي مبنى سكني قديم يعني بتفوتي عليه مثل كلمات متقاطعة من هون بدك تروحي من هون بدك تجي صفوفنا هيك عنا 17 شعبة من الروضة للبروفي نعم وعنا الوضع انه وصل بشكل انه بلش تهرهر هالمبنى وحتى في عنا بنت انصابت بالملعب وهي عم تهز هيك عم تلعب مثل المرجوحة اصبعان مثل القرف
خدناها على المستشفى لانه عاملين اسيورانس. نعم. بس هي اهلها ما قدروا يجيبوا لها الدواء. نعم. رجعنا جبنا لها الدواء اليوم. اليوم بس يعني لو سمحتي سؤال. نعم. سريع قبل ما نختم. ايه. الحديث لانه في بعض المناطق في مدارس رسميه فعلا مزدهره يعني. نعم. وبيقولوا انه طبعا يعني كمان الاداره قد بتشتغل وحضرتك واضح انه حابه تعمل تغيير. ما عم تقدروا تتقربوا اكثر من الوزاره لحتى يكون في دعم اكثر او من جهات خاصه او من جهه مانحه؟ لا هلا من جهه مانحه بعثوا لنا ورمموها بس انه هيك مبنى بده اكثر. انا مثلا بعيد الاستقلال واقفه انا مطالبتي على البلكون مع العلم اللبناني قام في مهندس من اللي كشفه قال له لخيي قال له ما تخليها توقف هالمو بده يوقع ما. نعم. تخليها توقف. نعم. عرفتي كيف ابراهيم. رايك كفنان لو سمحت الميكرو رايك كفنان ثائر يعني يا عمر فرجة صوره رائعه عن طرابلس من خلال عدسته وانت عم بتجرب تفرجي واقع من خلال كلام واغانيك يعني الكلام واللحن لاغانيك شو اللي عم بتجرب توصله ولمين عم تتوجه؟ هلا نحن يعني اول شيء بدي ارحب فيكم يسعد مساكم وعن جد تشكرون على هذا العمل يعني بصراحه متابعكم من 10 الصبح كل الكادر يعني الله يعطيكم الف عافيه كلكم وهيدي نقطه تسجل يعني للام تي في يعني شكرا. ان شاء الله حيحفظوا لكم يا اهل طرابلس. نحن انا فنان ثائر يعني بحكي وجع الناس بطريقتي الخاصه من ناحيه فنيه بنوته موسيقيه بايقاع بتوزيع موسيقي. بنحمل الام الناس واوجاع الناس وهموم الناس وكل منا على طريقته. نعم. عم بتجرب تفسر بكلام اوقات بيكون هيك بيوجع فعلا يعني الناس. واخر هيك كان في كم غنيه يعني عن جد لفتوا اعطوني فرصه فهمنا اللعبه ونفختونا بالاصلاح يعني يلي. نعم. عن جد هيك كلامهم حتى العنوان تبعهم واضح جدا عن شو عم تحكي. وعملت اخر غنيه هي بين الثوره والعيد يعني شو ايه للثوره والعيد هلا يعني فينا نسمعكم منها شوي يلي هي اعطونا لا اللي هي عيد الثورة عيد الثورة وقلت لي بدنا نعمل هيك شوي ميكساج بين الاثنين هيك بشكركم بهال يعني الفرصة وبنسمع الغنية بنرجع بننتقل لعند آلا. يلا لنضوي الشموع بميلاد الثورة الدافي ممنوع تقرب ممنوع عقلب الثورة الصافي يلا لنضوي الشموع بميلاد الثورة الدافي ممنوع تقرب ممنوع عقلب الثورة الصافي صوتي رح يبقى مسموع ما تقلي منو كافي صوتي رح يبقى مسموع ما تقلي منو كافي شوف بعينك هالجموع ثورتنا الدوا الشافي صوتي رح يبقى مسموع ما تقلي منو كافي شوف بعينك هالجموع ثورتنا الدوا الشافي يعني شو بدي اقول لك صوت وكلام بيدخل عن جد على القلب بدي اشكركم شكرا لوجودكم معنا خلينا ننتقل لعند آلا عنا حالات كثيره بدنا نشوفها معه آلا صحيح رانيا صوت الشعب المظلوم والمحروم دائما سيسمع على قناه الام تي في وعبر اليوم الحلقه الخاصه من طرابلس العيد يعني معي عائشه وآلا اثنيناتهم عقلهم متلوف ما بيسمعوا يمكن بيسمعوا بلا بس ما فيهم يقشعوا وايضا جسمهم نصف شللي يعني متروكين ما في ولا حدا بيطلع فيهم حتى وزاره الشؤون مش قادره تقدم لهم اي خدمات لانه كلنا بنعرف ميزانيه تبعها محدوده جدا والفائق من الناس اللي بحاجه اكثر بكثير انت وضعك مع بنتك شو؟
وضعي انا مع بنتي هو الشيء انه عندها سنس الظهره منه جاي محله. نعم بسم الله علي اول شيء. عمرها 8 سنين وما بتمشي وبدل اقعد مدبدبه. يعني ما حدا بيساعدك ولا حدا بيعطيك اي احتياجات خاصه لا ولا مدرسه خاصه ولا ادويه ولا شيء ولا شيء ولا شيء متروك خالص؟ ما في مدرسه. انت من وين؟ انا من هون باب الرمل. باب الرمل طبعا كمان حي كمان محروم جدا، ولكن انتوا عندكم عز نفس كثير كبيره. سو اللي عم نشوفه حاليا انه اذا فيكم تساعدوا، شو ممكن نساعد العالم اللي عم يتصل اليوم؟ الرقم تحت اسفل الشاشه، اي مساعد ممكن نقدم له؟ اي شيء، بس الحكم لهالبنات لانه عندها شغله انه هي هلا عمرت من سنين. عندها وضع خاص طبابي عماد الفقري، عمود الفقر لازم اوكي يتصحح. اذا بدكم تساعدوا الاء اتصلوا على اسفل الشاشه على الرقم واتركوا اسمها، قد ما تبرعوا لها ممكن تساعدوها انه تكمل حياتها، هي بتستحق الحياه ايضا. شكرا لك. ثانك يو. كمان عائشه نفس المشكله، يعني هيدي المشكله نفسها، ناس شغله نفسي ما بتقشع. شو مطلوب اليوم الناس اللي عم يتسمعوا لنا في هذا العيد اللي حابين ايضا يكونوا الى جانبكم؟ يعني انا بتمنى وبشكر كل انسان يعني بيحب يساعد مع علاجها لعائشه عوض وتصير مثل بقيه البنات وتكمل حياتها كلها طبيعيه. يعني انت اليوم حاسه كأم انك مش قادره تأمن لبنتك ابسط الامور؟ يعني كثير، يعني في اشياء كثير انه ما فينا نأمن لها. بسم الله خليك اياها. اذا اللي عم يستمع الينا اذا حبيتوا تساعدوهم فعلا ممكن تساعدوهم باشياء كثيره، ربما المبلغ بسيط جدا ولكن لهم ربما تكون مساعده ومساهمه كبيره. اذا حننتقل مع رانيا مجددا ورح نرجع لحالات نضوي عليها. نعم. من هذا المكان الاثري لنكون في هذا النهار المميز مع بعضنا. شكرا رانيا. على كل حال نحن كل الجمعيات اللي كانت موجوده معنا اليوم عم تتكفل بانه تاخذ كل الحالات يلي عم تمرق، وبفتكر السيد عزت يلي كان موجود معنا اليوم عم بيقول انه هو ما عنده مشكل ابدا انه يقدر يستلم كل الحالات بلجنة الرحمة. يعني شكرا له السيد عزت آغا. بصرني هلا استقبل محافظ بعلبك الاستاذ بشير خضر. اهلا وسهلا فيك، رح نحكي معك اليوم مش كمحافظ انما كمواطن كابن طرابلس. وايضا بصرني انه استقبل الاستاذ بسام زيادي نائب المهندسين بطرابلس، والسيد محمد مراد نائب المحامين بطرابلس الشمال. عندنا مساعدات كثيره، خليني اقول انه كمان سعاده سفير الامارات دكتور حمد الشامسي. يعني بدنا نشكرك اول شيء على متابعتك لنا كل النهار، ورح بامن اكيد المساعدات الماليه للاولاد اللي عم بيطلعوا ويلي طلعوا من شوي مع الاء، مشكور جدا. نحن بنشكرك على متابعتك ويا ريتك موجود معنا اليوم، يعني وجودك بنحس انه عن جد كانك من العيله ومن لبنان تحديدا. شكرا لك، وشكرا للملحقين الانسانيه والتنمويه اللي عم بتكون كمان موجوده مع سفاره الامارات المتحده لحتى تساهم بها المساعدات. استاذ بشير خضر اهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا كابن طرابلس. اليوم يلي عم نسمعه يلي عم نشوفه شيء يعني مش مفروض يكون هيك، ومش مفروض تكون صوره طرابلس هيك. على كل حال شو تعليقك على هالامور؟ بدايه اول شيء انا بدي اشكر الام تي في اللي ساهمت بشكل كثير كبير بانها ترجع تصور طرابلس بشكل الصحيح وتطلع الصورة الحقيقية لطرابلس. هاي المدينة اللي انظلمت خلال السنوات الماضية وصفت بأبشع النعوت كانت كثير بعيدة عن حقيقتها. وهلا هون اسمحي لي كمان استغل الفرصة اني انعي كبير له كثير على طرابلس، هو الاب كارميلو فينيانوس. بير كارميلو مربي فاضل ومربي كبير، كان رئيس لمدرسة مار الياس للاباء الكرماليين والكرمالية مجلية. بير كارميلو ما بحياة عمره ميز بين اي فئة واخرى، عطى منح لكثير من اولاد طرابلس. اليوم في كثير من ابناء طرابلس بمختلف اطيافهم اصبحوا اطباء وغير اطباء بفضل منح هو قدم لهم اياها. وانا على الصعيد الشخصي بسنه 2000 قدم لي منحه لاعمل حكيم اسنان بايطاليا مثل والدي، ولكن انا اخترت خيار اخر، فلابد انه نتذكره اليوم لانه التربيه هي الاساس. يعني دائما بنقول هي التربيه الاساس والتعليم هو الاساس. اكيد، يعني اليوم وقت اللي بكون في فرص تعليم لجميع ابناء المدينه ساعتها رح يكون حكما عندهم مستقبل افضل. طرابلس ولا سيما المناطق المحرومه والمناطق الشعبيه تسرب المدرسي وصل ل 48% بفتره المعارك اللي بطرابلس، اللي هي نسبه كثير كبيره. وقت اللي بيكون الاطفال
ما عم بيروحوا على مدرسة ولا في عندهم أي أفق ولا أي أمل بالحياة، فما فينا نستغرب إذا راحوا بعدين باتجاهات الخطأ. وأنا مش لأني ابن طرابلس، بس بدي أكد على شغلة. إذا منشوف نحن نسبة الفقر بطرابلس مع نسبة الجريمة بيطلع في شيء مش منطقي، لأنه نسبة الجريمة كتير منخفضة بالنسبة لنسبة الفقر الموجودة بالمدينة. نسبة الفقر عم تعطي الناس يعني إذا بدك الحجة إذا شيء، ولكن هذا اللي ما عم نشوفه، هذا بفضل القيم يلي ربيوا عليها أهل طرابلس وأبناء طرابلس أكيد. ونسبة الفقر مع نسبة الغنى كمان هيدا المؤسف أكتر وأكتر، هيدا الدكلاج مش منطقي كمان عن هالموضوع. ورح نحكي شوي يعني بنجرب نسحب منك أستاذ محمد شوية معلومات، بس خليني أحكي كمان عن الوضع المأساوي للمباني بطرابلس مع أستاذ بسام. يعني حكينا شوي اليوم لمحة، بس خلينا نحكي شوي عن أهمية المباني التراثية بطرابلس وهندسة طرابلس بشكل عام والوضع يلي وصلنا له اليوم. اسمحي لي بالبداية أنه رحب فيكم ورحب بهالبرنامج الإعلامي اللي هو كان كتير مهم. أكيد كنا بالزمان عم نفكر نحن قبل 17 تشرين نشوف كيف بدنا نصارح الإعلام مع طرابلس. الحمد لله ما بدي أقول كل شيء له إيجابيات لا شك فيها. الإيجابيات الأساسية أنه الإعلام وصف طرابلس أن هي عروس، وهي عروس بكل شيء. من ضمن الشغلات يلي بتمتاز فيها طرابلس أنه حقيقة بتملك أكثر من 136 معلم سياحي، ونحن هلأ موجودين بواحد منهم، وأنت شايفة قدي جمالية هذا الموضوع. تكاد تكون المدينة القديمة كلها يتسوى نوع من المتحف، بس كمان بتعاني من كتير مشاكل، واحدة منهم اللي هي عدم الصيانة وعدم الاهتمام بهذا الموضوع وعدم المحافظة على المباني التراثية كمان، لا شك بإعادة الترميم بشكل عشوائي أوقات. في عنا كم هائل جدا من مباني التراثية يلي هو ما عم يتحافظ عليها وما عم يصير فيه ترميم ولا عم تصير فيه صيانة دورية. وبالنهاية نحن في عنا تعاميم وفي عنا كتير ريجوليشنز موجودة، واحدة منهم من وزارة الثقافة اللي هي طلعت بال 2015 بتجبر جميع البلديات انه يصير اي عملية ترميم تكون هي تحت اشراف الوزارة دغري مباشر أو مديرية الآثار. وكمان في تعميم صادر عن وزارة الداخلية مؤخرا صار بال 2019 هو الكشف عن جميع الأماكن التراثية المهددة بالسقوط. حقيقة هيدي أزمة موجودة بطرابلس، هيدي أزمة أكبر من البلديات، أكبر من السلطات المحلية. نحن دور البلديات فيها كبير، دورنا قبل المهندسين هو استشاري. لما لقينا حالنا تنفيذي 100% تكوين ملف الاستعانة تقديم الخبرات، عشان هيك نحن قدام هالمشاكل اللي هي عم تصير وقدام اخر جريمة صارت موجودة بالمينا وراح ضحيتها اثنين من بيت كأخي، نحن ركضنا لحتى حقيقة نمد اليد العون للسلطات المحلية، ألفنا لجنة بتضم من المهندسين المتطوعين لحتى يقدموا كل الخبرات العملية وبكل الاختصاصات الترميم من سيفل ولا أركيتكت مختصين ضمن الترميم، وكلياتهم سوا هدول متطوعين لإنشاء من الملفات لحتى نعرف حالنا قدي كم هالمشكل أو قدي كبرة أو عم نحكي عن قدي أرقام. بعتقد الأرقام هي أكبر من قدرة البلديات. هيدي مشكل لازم لها حملة وطنية أكبر، هيدي بعتقد لازم لها مساعدة كتير ناس، ما فينا نكون عم يتحملها لا بلدية واحدة ولا أكتر، يعني ولا البلدية ولا المحافظة. أكيد أنا هون بدي أوضح يعني شغلة تقنيا. المباني من هالنوع هي أول شيء لا يمكن المساس فيها إلا بعد موافقة المديرية العامة للآثار ووزارة الثقافة. البلدية عندها الصلاحية من بعد ما تكون أخذت الأذونات اللازمة، ولكن منها مسؤوليتها بشكل مباشر للبلدية، مش لكن المسؤولية لمين مباشرة غير الآثار؟ يعني أنا بقول لك شو صار. نحن عنا ببعلبة بسنة 2015 كامل لجميع الأبنية اللي ممكن السقوط، مع الأسف في بعض سكان هذه الأبنية ما كانوا يقبلوا يخلوها، ولكن كمان كان في بلديات فقيرة ما عندها الإمكانية أن ترمم لون.